استاذ ابراهيم جابر، اقول لك للسنه الثانيه على التوالي نجاح الجناح المصري، وللسنه الرابعه فوزه او الثالثه فوزه بالمركز الاول في التصميم والتنفيذ، ده بيعني ايه لحضرتك؟ بيعني اشياء كتيره جدا. يعني الحمد لله احنا دي السنه الثالثه على التوالي. دايما لما بنشتغل اي عمل باسم مصر، انا وفريق العمل اللي معايا كله بنركز ان العمل يطلع على مستوى يليق باسم مصر. بنحط كل خبراتنا عشان في وسط 40 دولة موجودين في محفل دولي. يهمنا جدا ان دايما في ظل الظروف دي كمان ان اسم مصر اللي يمثل مصر يمثلها تمثيل مشرف. الحمد لله نجحنا في ده السنين اللي فاتت كلها. السنة دي برضو حطينا كل خبراتنا السابقة كلها، احنا نعمل جناح متميز في وسط الأجنحة، والحمد لله ده اتحقق على الواقع. يعني اسباب اختيار إدارة شركة 3B للمطرب حكيم لإحياء الحفلة للعام التالي على التوالي؟ مطرب حكيم شرفنا السنة اللي فاتت، عملنا حفلة جميلة بناء على آراء الجماهير وآراء الناس. عملنا زي استبيان أو استفتاء على يعني رأي الجمهور من اللي حصل السنة اللي فاتت، ولقينا فعلا إن تكرار تجربة حكيم السنة دي تكون تجربة ناجحة جدا. والحمد لله نجاح الحفلة العام الماضي خلانا نشجع السنة إحنا نجيب حكيم مرة تانية عشان نستمر في النجاح ونكمل طبعا منظومة النجاح أو مجموعات النجاح الكاملة بوجود فنان كبير زي حكيم معانا السنة دي. زي ما انت شايف حكيم جميل حتى على المسرح بره المسرح، فهو دايما شخصيه جميله. الحقيقه انا عايز اقول رايي تاني خالص، يعني ان الفنان مش بس قدام الكاميرا او بس قدام على الستيج، لكن هو برضه فنان بره الكاميرا في حياته مع الناس، علاقاته مع الناس. على المستوى التنظيمي ده يهمني بشكل رئيسي جدا. انا ارتحت معاه في تنظيم العام الماضي، لقيت كل احترافيه وكل دقه في العمل، وده خلاني السنه دي ابقى انا ما بقاش شايل هم، ابقى انا بشتغل معاه وانا عارف ان انا اختيار نجم كبير. فعلا هو نجم كبير، نجم عالمي. الكلام ده مش بس ده اقل من حقه، ولكن فعلا التجربه اثبتت بخلال احترافيه هو وفريق العمل اللي معاه بكل مدى التزامهم وكل مدى الدقه اللي هم اشتغلوا معانا بيها. شجعنا السنه دي ان احنا نكون طبعا نستضيفه معانا السنه دي، ويضيف اضافه كبيره للقلعه العالميه وجمهور القلعه العالميه. اهم الشخصيات اللي من متوقع تحضر افتتاح الجناح المصري بكره؟ شرفنا السنه دي معالي وزير الاثار دكتور محمد ابراهيم، شرفنا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجيه السابق، بشرفنا السنه دي برضو الاستاذ احمد الديب رئيس هيئه المعارض. معانا مجموعه كبيره من الاعلاميين المصريين ورجال الاعمال المصريين متواجدين من مصر، جم خصيصا لحضور الحفله. طبعا ان ده بيمثل مصر كلها. مع طبعا ما اقدرش انسى سعاده السفير ايهاب حموده وسعاده السفير شريف البديوي وكل رجال السفاره والقنصليه القائمين على عمل معانا هنا في الامارات. كان ليهم طبعا يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في مساعدتنا في اعمال كتيره جدا خلال تنظيم الجناح السنه دي، والحمد لله وفقنا دايما. هم بشكل عام اي حد بيقف او بيرفع اسم مصر هم بيكونوا دايما مساندينه بشكل عام، والحمد لله اثبتت التجربه. عندنا جديه في العمل، بنحاول نخلي شغلنا هو اللي يتكلم عننا، بنحاول زي ما قلت قبل كده ان نمثل مصر تمثيل مشرف، فبذلك استعنا بجميع الشخصيات لنجاح العمل بكره ان شاء الله. ابراهيم جابر يقدر يوعد ايه المواطن المصري والمشاهد او المواطن او الزائر الاماراتي في القريه العالميه، وايه الجديد عنده في الجناح المصري السنه دي؟ من خلال الموقع بتاعكم او من خلال البرنامج بتاعكم بنوعد كل جمهور القريه العالميه وكل المصريين والمقيمين والاماراتيين والخارجيين بشكل عام، نوعدهم بكره بحفله تسعدهم وتعيشهم جو مصر جميل وروح مصريه وطنيه قبل كل شيء. ده المهم ان احنا دايما نذكرهم بمصر من خلال الفن، من خلال الاشياء اللي تمثل مصر بشكل يكون تمثيل مشرف ان شاء الله. ايه الجديد في الجناح المصري؟ الجديد في الجناح المصري السنه دي خليه مفاجاه بكره ان شاء الله. عندنا مفاجات كتيره جدا. احنا دايما عندنا الجديد، دايما بنحاول نوري الناس تعرف مصر بلد كبيره تاريخ عريق. لما بنفتح كتاب التاريخ بنلاقي اشياء كتيره جدا ممكن نمثل بيها مصر. عاملين سنه تشكيله متنوعه من الفعاليات اللي تهم جدا كل السائحين وكل الزوار اللي بيحبوا يروحوا مصر. جبنا لهم متحف، نموذج متحف فرعوني موجود عندنا في الجناح المصري. عندنا قاعه سينما بنعرض فيها افلام عن مصر، افلام دعائيه وافلام ثقافيه وافلام سياحيه عن مصر. طبعا دي فيها استمتاع للجمهور. عندنا في داخل الجناح برضو حرف يدويه، كيفيه صناعه البردي، عندنا صناعه الفخار. كل ده كله بيؤدي الى ان الجيل اللي موجود في الامارات او اللي ما شافش مصر او ما عاش في مصر يعرف ايه هي مصر بالظبط، يعرف تاريخ مصر من الواقع. وده هدف من ضمن اهدافنا ان احنا برضو نوصل الرسائل لكل الاجيال، لان مصر يعني كبيره علينا، كبيره في قلبنا قوي، فبالتالي محتاجين برضو ان احنا نوصلها لكل الناس اللي تقعد في الامارات او الناس اللي ما سافرتش مصر او ما عاشتش في مصر.
اقدر اقول اخر سؤال، هل يتوقع ابراهيم جابر تحقيق هاتريك السنه دي وتحقيق الفوز بالمركز الاول السنه الثالثه على التوالي؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا خدنا بالاسباب وعملنا كل وسعنا وعملنا كل جهدنا، مجهود كبير جدا اتبذل، حجم المصروفات عالية جدا، مش هتكلم في حجم التكلفة، ولكن احنا بنشتغل ما كانش عندنا هدف غير ان احنا نعمل شيء يشرف اسم مصر. اي حد يشتغل باسم مصر بصدق واخلاص، مصر بتعلي اي اسم، بتضيف له اضافة لشخصيته، بتضيف له اضافة لشركته، وده كان هدفنا ان قبل كل شيء ده رد الجميل لينا كمصريين متواجدين بره في الامارات، ان احنا نرد لمصر ولو جزء بسيط جدا، ان احنا نعمل لها عمل يرفع رايتها او يرفع علامها في وسط محفل دولي في وسط 40 دولة. القلعة العالمية تعتبر نموذج مشرف وتعتبر نموذج ناجح للسياحة، تستقطب 5 مليون زائر كل سنة. الحمد لله تعالى نتوقع إن شاء الله يكون أحسن جناح، تكمل المنظومة كلها بحفلة بكرة إن شاء الله مع وجود فنان حكيم، تكمل منظومة النجاح كلها بحيث إن إحنا نبقى يعني ألمينا بكل الجوانب اللي هي أو عامل نجاح بشكل عام كلها. شكرا زبرين. شكرا شكرا.